اهلا وسهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل، مسك ختام الحلقه ومسك ختام فقرات الاسبوع، فقره السوشيال ميديا اللي مشرف ومنور فيها الكاتب الصحفي الاستاذ سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع تليجراف مصر. مساء الورد يا نجم النجوم. احلى مساء يا استاذ تامر يا جميل. اخبارك ايه يا حبيبي؟ منور الدنيا. كله حبيبي. حلو؟ كله بخير. كل اربع وانت طيب. وحضرتك بخير. حبيبي، ماذا تحمل السوشيال ميديا هذا الاسبوع؟ تمام، هي الدنيا زحمه جدا الاسبوع ده، والزحمه بدات رسميه وبقت رسميه وشعبيه بسبب تكليف الدكتور مستفى مدبولي، او اعاده تكليف الدكتور مستفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده، واصبح ترند او هاشتاج الحكومه الجديده هو اللي مسيطر. بس ففي تكهنات كتير حوالين مين جاي ومين رايح لفترة الإشاعات وفترة طبعاً الاجتهادات وفترة طبعاً المعلومات. طبعا الصحافة اجتهدت في الملف ده، اجتهدت في مثلا مين أقدم وزراء هذه الحكومة، طلعوا ثلاثة: الدكتور مختار جمعة وزير أوقاف 11 سنة، السيد سامح شكري وزير خارجية حبيبنا 10 سنوات، السيد وزير البترول دول 9 سنين، هما بالترتيب. في ناس هتمشي، البشاير باينه يعني، يمكن يعني من غير ما نتكلم يعني، في مسؤول في وزاره التموين ابراهيم العشماوي، الاستاذ ابراهيم بيدخل مداخلات كتير وملم، هو تقدم استقالته في الوزاره اعتقد امبارح او النهارده، فده مؤشر طبعا ان ده تزامن اكيد. وهي حقيبه التموين كان عليها كلام كتير الفتره اللي فاتت، كان في مشكله في الاداء، فساد ده واحد، واثنين رغيف العيش اللي زاد وزاد بالرقم ده تمام. مش بس زيادته، لا حتى قصه المخابز والمطاحن وتوزيع البتاع والرقابه عليه والسكر. صحيح. كان عندنا ازمات كتير في التموين، واكيد الدكتور علي مصلحي بخبراته الطويلة حاول واجتهد، ولكن لأسباب كتير مفيش مشكلة. التغيير واجب، التغيير واجب في كل الأحوال طبعًا علشان تحسين الأداء وضخ دماء جديدة طبعا. فبات الدكتور علي مصلحي أقرب الراحلين. الناس الثانية ممكن تمشي. في كلام يعني تداول على بعض المواقع كمان على أن الدكتور محمد شاكر، وده قيمة كبيرة جدا جدا جدا، عايز يقدم اعتذار علشان بس الجهد والحالة الصحية. لا، جهد وظروف الصحية، وانا اللي عرفت ان هو اعتذر مرتين قبل كده وحاول، لكن لم يقبل اعتذاره ساعتها. لم يقبل طبعا، وربما الدكتور شاكر اقرب للرحيل. كمان اللي مكملين بشكل قوي المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة هالة السعيد مكملة. انت في رايك، بعيدا عن التكهنات او الاشارات، في رايك الشارع هيبقى متوقع نسبه تغيير في حدود كام؟ 50% اكتر اقل؟ الشارع ما يفرقش مع التغيير، يفرق تغيير الحكومه يفرق او تشكيل الحكومه، يفرق معاه المردود عامل ازاي، يفرق معاه النفس عامل ازاي، يفرق معاه رغيف العيش عامل ازاي، وحالته الاقتصاديه عامله ازاي. بالك، ما هو التغيير هيجي بالتغيير. ما هو انت لما انا شفت سامي عبد الراضي وهو ماسك حقيبه معينه بقاله 3 4 5 سنين، فخلاص شفت اداءه وشفت افكاره وشفت سياساته. لما اجي اتوقع ان الوزاره دي تغير ادائها، ما اتوقعش ان سامي لو قعد هيفضل هيبقى الاداء أكيد متغير. ضخ دماء جديد ده امر مهم جدا. اكيد الناس مستنيه تغيير يصل الى 70% من الحكومه. مظبوط. انا رايي انه حقيقه حتى بعض الناس يقول لك 50، انا رايي لازم اكتر من 50. لا لازم يوصل ل 70% من الشكل الحالي، ضخ دماء جديده، يبقى في شغف عند الناس، يبقى في افكار جديده، في تفكير خارج الصندوق، ممكن نلاقي حلول. معلش يعني، يمكن حضرتك تابعت صفر المونديال، كلنا ما كناش نتوقع ان في يوم من الايام يبقى عندنا سيوله مروريه بهذا الشكل. صح. ما كناش نتوقع ولا حتى في احلامنا، وافردنا مساحات كبيره من الصحف ومواقع وتلفزيون وبرامج تلفزيونيه على فكرة الزحمة. كنا بنفضل في القصر العيني ساعتين، نفضل في شارع رمسيس ساعتين، الدايري توصل من هنا للمطار في 3 ساعات ونص، دلوقتي انت 50 دقيقة بتكون في المطار. فكل مشكلة وليها حلول، بس الإرادة والعزيمة والإمكانات. صح. طالما توفروا الثلاثة أهلا وسهلا، توفر حد منهم، ما أنا ممكن جواه إرادة أن أنا أغير للاستوديو ده، بس ما فيش إمكانيات طب هعمل ولا حاجة.
صح. واخد بالك؟ لازم فيه امور كده. لا انا معاك انه التغيير الاهم هو تغيير السياسات وتغيير الاداء، وزي ما انت قلت حتى على مستوى الروح اللي نبعثها في الشارع المصري وفي الراي العام نسبه التغيير لازم تصل الى 60-70% عشان الناس تحس بيه، عارف الدفعه الجديده بتاعت الوجوه الجديده والاستبشار بيهم بتبقى مهمه. وما ينفعش يعني برضه مهما كان وزير ما ينفعش يقعد 11 سنه في او 10 سنين، يعني مش بتكلم عن اشخاص ولكن بتكلم عن وزير ومسؤوليه وافكار وكل مرحله بيبقى ليها رجالها. طبعا طبعا. كل التوفيق. كل التوفيق. هننتظر. ناس بتقول انه ربما يعلن قبل العيد التشكيل، وناس ثانيه بتقول لك لا ممكن بعد العيد، لكن الاقرب ان هو ممكن يبقى في منتصف الاسبوع القادم قبل العيد يعني. هنشوف ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خير. خلصنا من التشكيل، من الحمل ده. هو حمل برضه حتى الكلام فيه طبعا الكلام فيه يعني بيمس الناس بشكل اساسي يعني. ان شاء الله نتمنى حكومه تقدر تلبي مطالب يا الناس رب. يعني يا رب. اول حاجه هنروح لتركيا. ليه؟ ليه بقى؟ عندنا دكتور طبيبه مصريه اسمها نهى محمود سالم، ودي عثر عليها اختفت وعثر عليها في غابه في تركيا تحت شجره منزوعه الاظافر عاريه الجسد مشوهه بماء نار وحليقه الراس. دي صورتها. دي صوره الدكتوره نهى. تمام. بس غريبه قوي يا استاذ سامي القصه جدا يعني. الحقيقه انا لما تابعتها ما صدقتش ان دكتوره في السن ده وفي النضج ده وفي الرشد ده تسافر عشان وتضحك عليها بالشكل الساذج ده، وتعمل يعني او تثق في علاقه فيسبوكيه. بص انا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما بقاش في يقين مين تخلص من الدكتوره نهى. طبيعي. لحد اللحظه يعني هو في روايتين انا هقولهم لحضرتك، بس انا عايز المشاهد نفكره مين نهى اللي هي ظهرت معانا هنا في النهار بالظبط يمكن في نفس الشهر اللي احنا بنتكلم فيه من 10 سنين في 2014. ظهرت هنا كانت في نفس الاستوديو ده. لا يا راجل. كانت مع السيده ريهام سعيد. ما ادراك ما ريهام سعيد. ورينا كده لو عندنا الارشيف. طبعا ما انا مؤلفه. ما زي محمد مؤلف القران. انا مؤلفه مش سيدنا محمد هو المؤلف. وانت اللي بتتكلمي عن جهل مش لا الناس اللي بقى. لا والله جهل. انت اللي جهله. انا اللي جهله يا ستي. شكرا. ما انت بتقولي انا جهله زي مصر كلها والوطن العربي كله. وفخوره اذا كنت بقول ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو الرسول. ما يصحش تقولي جهله. فانا فخوره ان يكون جهله. ما يصح. وهتبتدي تغلطي حرام ماشي وسيبها. اعتذري. اطلعي بره. ايه؟ اطلعي بره. فكي المايك بره. وطي صوتك ومسح. انا بقول لك فكي المايك بره. ما يصحش تتكلم. لا انتوا بطئش قرين. سقيلة برضو. ما تنظرش. ريهام ايه قطرش. حتى فك بره. يا ستي ما تفك المايك سميها. هي دي. دي بقى الدكتورة نهى. ايه ده. هنا ظهرت مع ريهام هنا في النهار. علشان ريهام استضافتها عملت كتاب هي اسمه لماذا خلعت النقاب. تمام. هي الست كانت منتقبه وخلت اقنعت اختها انها تنتقب وشويه خلعت. هي كانت طالعه في اللقاء بنقاب. ما انا هقول لك. لا هنا مش نقاب. امال ده ايه؟ هنا بتخفي شكلها. بتحجب شكلها وتخفي ملامحها عشان ما حدش يعني يسيء اليها. يعني هنا لو منتقبه هنا ما كانتش اتكلمت قالت عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان هو مش نبي او رسول او ما شابه. استغفر الله العظيم يا رب. تمام. فهنا المهم الست دي ظهرت مع ريهام لماذا خلعت الحجاب. هي كانت متشدده في الاول ومنتقبه وخلت اختها. هو ده الغلاف بتاع الكتاب. لماذا خلعت النقاب. نعم. وبعد شويه بدات افكارها تتحرر اكتر واكتر واكتر. اسرتها كده مش بتتحرر كده ابتدت تنحرف. افكارها تنحرف. نعم. فحصل مشكله ما بينها وبين ولادها وبينها وبين زوجها. زوجها ينتمي لجماعه محظوره لجماعه الاخوان. وابنائها عدد من ابنائها برضو وليس كل الابناء. وبداوا ما يتعاملوش معاها. تمام. بداوا ما يتعاملوش معاها. هي فضلت على نفس هذا الامر لحد فتره قريبه جدا.
سافرت تركيا من شهر، كان مفترض ترجع من 10 ايام، اختفت ما حدش عارف يتواصل معاها. ليها ابن سافر لها من الامارات بس الحته اللي في النص بس عشان الناس تبقى ماشيه في السياق، هي سافرت تركيا بناء على ايه؟ انها كانت على اتصال مع احد الاشخاص الموجودين في تركيا وحصل بينهم اعجاب وموده وابتدت كلام وبتاع، كان في مشروع ارتباط. فقال لها تعالي تركيا عشان نتجوز. فسافرت تركيا، كل الكلام ده عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك يعني، سافرت تركيا والكلام انه قعدوا مع بعض وبتاع، طلب منها فلوس. ده الكلام متردد. انا بقول لك الكلام اللي بيحكي عن القصه. لكن الفكره هنا انه لقوها زي ما انا شرحنا من شويه انها ميته ومشوهه وكذا 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 وكذا. مين قتل الدكتوره نهى؟ مين؟ هل الاجابه عندي او عندك؟ لا. هل الاجابه على الفيسبوك؟ هل الاجابه من اسرتها؟ لا طبعا اسرتها اللي هتبين. رقم واحد الداخليه التركيه اكيد هتشتغل واكيد هيوصلوا. هل في جماعه متطرفه انهت حياه الدكتوره نهى؟ ولا الشخص اللي عنده 45 سنه ارتبطت بيه وطلب منها فلوس زي ما اسرتها بتتهم وبتقول هو ده السبب في القصه؟ لان في خلع اظافر، في حلق راس، في تشويه للمعالم. فهل احنا قدام جريمه جنائيه ولا جريمه مرتبطه بافكارها الاسره بتقول كده، بتقول ان هو سافرت وكانت قاعده وبتتفق مع الارتباط وبعدين فوجئت انه بيطلب منها مبالغ ماليه. فهي رفضت فاختفى، وبعدين اختفى من حياتها، وبعد كام يوم هي اللي لقوها مختفيه ثم وجدت جثه مشوهه في احدى الغابات. بس فاحنا في انتظار اي بيان رسمي طبعًا يصدر طبعًا. اكيد هنا الخارجيه بتتابع، اكيد الهجره بتتابع، ولكن لم يصدر. اكيد نهايه ماساويه طبعا، رحله ماساويه كمان. كل واحد حر في افكاره طبعا، يعني امر يدعو للاشمئزاز طبعا. ربنا يهدي الناس. احنا فكرنا الناس بالدكتوره نهى واللي عملته فيها رهام. رهام متهمه يعني ما اعرفش ليه حاطين اسم رهام بعد 10 سنين. ده الواحد بينسى محتوى البرنامج اللي كان من سنه. ده لولا انا دردشت مع ريهام ما كنتش اوصل للحلقه. ايه اللي حصل؟ مش فاهم. بيقول لك ان ريهام في بعض التقارير خرجت بتقول لك ريهام سعيد هي المحرض الاول على قتل مش عارف مين. من 10 سنين. ريهام عشان اطلعت بره. وريهام لا حرضت بره، فده تحليل عقلي. ريهام لا حرضت ولا عملت حاجه، ريهام غلبانه والله. علينا. ماشي. بمناسبه يعني هنا لفت نظري العلاقه بينها وبين ولادها، هنا امر مرتبط بافكاره. طبيعي طبيعي. لفت نظري ايه هذا الاسبوع؟ ايه؟ قالوا الفنان القدير احمد ماهر مع الاستاذ عمرو الليثي. تمام. كان حوار حلو على فكره. ما انا بقول لك الحوار حلو. بس هو فيه جزئيه ممكن تكون صراحه شويه. شفافيه. قال له انا جايب كرابيك سوداني في البيت عشان اربي عيالي. واخد بالك؟ فهنا يعني هل حد احنا بنشتكي من عقوق ابناء، بنشتكي من ابن حجر على ابوه، لازم يبقى فيه موده وفي حب وفي رضا وفي تفاهم وفي ثقافه وفي 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 وفي. معقوله كرباك سوداني عشان هو حر؟ طبعا انا لا، هو مش حر يعني، هو حر في اللي قاله يعني. طبعا احنا وحر حتى لو ضرب عياله. لا بص يا استاذ سامي، احنا برضو ايه، احنا دورنا هنا في الاعلام ان احنا بس بنضبط الامور وفقا لما نعتقد انه الصواب. ففكره انه مفيش حد حر في ان يتجاوز القانون، ومفيش حد حر في انه يتجاوز كمان تعليم الدين. فلا القانون ولا تعليم الدين بتقول ان احنا نقسو على اولادنا او ان احنا نضربهم ضربا مبرحا. حتى لما يجي يقول لك يعني ما تيجي تعاتب ابنك وبتاع عنفه كده دون ان تؤذيه، فمش هنوصل لدرجه الكرباك السوداني. فانا شايف ان الكرباك السوداني هي اشاره لفكره الحسم والحزم في التربية. لا مش اشاره، هو الراجل اكد ووصف وشرح وقال كده. بقول لك وقال شكله مضمون. ما ينفعش هنا نقول بقى هو حر، لان هو لو استخدم الكرباك السوداني احنا بنقول ان دي طريقه مش مناسبه ولا مطلوبه في التربيه. الاولاد يستوعبوا بحزم وحسم دون عنف. ده اكيد. بس ده اكيد، لان كان في لوم كبير على الاستاذ احمد ماهر انه يبقى بالقسوه دي وبالقلب ده وبالجمديه دي. مع بقى حتى بقى كده. أيوة. صغنونة. أيوة. ان في عيال ما ينفعش معاها لا مش لازم السوداني، لا الكرباك السوداني، بس في عيال فعلا الشده مطلوبه الشده مطلوبه. طب بس الشده دي مش معناها لا اذى ولا عنف. ما هو في ناس بتربي بالكلام الله يفتح عليك وبالموقف صح،
وبرد الفعل انت معلش انا اسف ممكن الاستاذ امين بسيون الله يرحمه كان ممكن يفضل عايز يعاقبك على موقف ما يكلمكش من الاسبوع. لا ده كان بالنظرة بالنظرة بالعين. انا بقول لك بالنظرة بكلمة ما يتكلمش معاك. صحيح. ده عقاب. صحيح. مليون في المية. يعاملك مش حلو قوي ده عقاب. صح. واخد بالك مش بالكرباج. صح. فكل اللوم على طبعا على التصريح استاذ احمد ماهر بنحبه ولكن عفوية بس في رايي انه يعني ما كانش اشارة ما تطلعش من فنان لطريقه او محاوله تربيتنا لاولادنا يعني. طبعا ما كانش موفق. تمام. في صوره بانر احنا عملناه في تليجراف مصر يعني هو منتشر بقوه على فيسبوك وعلى تويتر يعني حرفيا هو مغرق في فيسبوك. ده كويس قوي. ده افتكرت والله انت ابن حلال مصفي. بذكر تويتر اصل الموضوع ده مش هسيبه. طبعا مش هسيبه طبعا ولازم عايزين نشوف مين الكبير اللي نكلمه في قصه المنصات. مفيش كبير. لا لا مفيش لا. كبير على الموضوع اللي انا قلت لكم امبارح ان تويتر سمح بعرض سابقا اعلن امبارح في بيان رسمي انه قريبا جدا سيسمح بعرض المحتويات الجنسيه الكامله على منصه اكس اللي هي تويتر سابقا. طبعا جريمه ودي الحقيقه كارثه على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى القيمي وتدمير كامل للمجتمع خصوصا الشرقي والعربي هنا. وانا عايز اعرف بجد مين اللي يراجع الناس دي. ما هو مش في اكواد عالميه وفي انا في حد امبارح قال لي الامم المتحده هنا اي حاجه تشوفها انه تهدد مش عارف الايه السلام الاجتماعي ومش عارف كذا لازم يكون في حد يتدخل. ده مطلوب. دي كارثه. مطلوب. واحنا لا ثقافتنا ولا شرقيتنا ولا طباعنا تسمح ان احنا مصيبه سؤال خايف بس يكون ده باب خلفي هتجري وراه بقى بعد كده كل المنصات الثانيه فيسبوك بقى والانستجرام وبتاع ويدخل في اطاره نشر ثقافات بقى الشذوذ والمثليه والبلاوي السوداء اللي عايزين يعمموها في العالم. فربنا يستر بجد ربنا يستر. بمناسبه الفيديوهات دي طبعا سفاح التجمع لسه موجود ولسه ترند ولسه قائم. التطور اللي في القصه جابوا متهمه وحبسوها 4 ايام واتجابت حبسها امبارح 15 يوم. دي كانت جابت له اول ضحيه من ضحاياه اللي هي الضحيه اللي عثر عليها في بورسعيد. هو له مواصفات معينه ما تكونش سمينه ما تكونش مش عارف ايه ما تكون يعني شوف فهي اصطادت الضحيه. هي بتورد عندها شقه مفروشه. فالمهم جابته الشرطه جابتها بناء على تحيات النيابه وامر ضبط من النيابه العامه ان فلانه الفلانيه هي اسمها حنان وشهرتها مشاهد وجابوها واتحبست. قالت انا ما جبتلوش عشان يموت الناس جبت له انا باخد فلوس والناس بتاخد فلوس او الناس اللي انا جبتهم بياخدوا فلوس. هي جابت له ضحيه واحده اللي هي اول ضحيه اللي هي كانت بدايه الخيط اللي اتجاب بيه والشغل الاحترافي اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي صح. فاتت ثلاث ضحايا حتى الان الشغل الاحترافي بتاع الداخليه طبعا والنيابه. انت قلت الشغل الاحترافي كده. لا انت اللي دماغك راحت انا دماغي يا عم دماغك راحت واحد بيتكلم عن كذا وجابت له كذا والشغل الاحترافي الحلو ايه مش الاحتراف الحلو لوزاره الداخليه والله بس كده استكمل ورجال مباحث بس مش مهم يا سيدي خلاص بس انا بحث بورسعيد الله يرحمه كان كابتن محمد لطيف كان يذكر واحد في الاستاد رجال مباحث ومش عارف ايه وامين الشرطه اللي دخلني بره انا بشكره جدا. ما انت اللي هتخلينا انت اللي خليتنا عملنا كده. ما انا قلت لك المره اللي فاتت لا بس لما تقول عمل احترافي لازم يعني ينسب لجهته. ماشي انا ناسبه لاجهزه الامن وزاره الداخليه عمل شغل احترافي محترم جدا في كشف ملابسات تمام لكن اللي حصل معاه تاني ده قله ادب طبعا طبعا تمام ويعني الموضوع لسه فيه تفاصيل. زوجة المتهم ظهرت في فيديو كده ماسكه الباسبور الانجليزي الاحمر بتاعها انا ولا فارق لي ولا همم لي. هي طبعا يمكن العقده في القصه لما هو مسكها بتخونه والطرف الثاني اللي كان معاها وصلنا لهويته هو مطرب راب شهير واترفعت قضيه وقضيه زنا وتفاصيل كده. عموما احنا في انتظار ان الورق ورق القضية لازم تلاقي كان ابويا الله يرحمه كان يقول لي الجملة دي يا سامي والله كان يقول لي دايما الشمال تلاقيه هتلاقيه فيه مجمع حواليه كل الشمال. يعني بص انت ابتديت تدور الداخلية ابتديت تدور على جريمة قتل طبعا جريمة قتل عادية فلقيت فيها توريد فتيات ولقيت فيها زنا ولقيت فيها يعني هتلاقي كله
بيؤدي لبعضه. صح. فربنا يعافينا يا رب. ربنا يعافينا من طبعا الاتحاد اوشكت على الانتهاء. ربما الاسبوع اللي جاي يتم احاله اوراق القضيه الى محكمه الجنايات. تمام تمام تمام. اقول لك مفاجاه ونزعل الناس ولا بلاش؟ نزعل ليه؟ الناس هنا مستنيه الاعدام لهذا الشخص. تمام. فهمتك. ماشي. لكن تخيل ممكن ما كنتش اعدام. تخيل انه مثلا جرائم القتل هو عسر على مقاطع فيديو كتير في المكان او عنده على اللابتوب وعلى الموبايلات بتاعته لضحايا كتير، لكن الضحايا دول او الناس اللي معاه دول ما ماتوش، ثلاثة بس اللي ماتوا، واللي ماتوا نتيجة تعاطي المخدرات، لكن في ناس خدت مخدرات صح واتضربت وروحت ومشت. تمام. فهنا لو في محامي، انا مش هقول بكل اسف ده قانون، يعني احنا القضيه واللي تقوله والنيابه وشانها في الملف والمحكمه وما ترى من اوراق، ولكن القضيه الناس يقول لك انا كنت متخيل في الاول انه في اعدام، لكن لما دخلت في القصه وقريت وشفت بالك انت لو وكلمت مصادر، لو في سنه اختلال عقلي او نفسي طبعا طبعا. بس هقول لك سر تاني، مين اللي علمه يصور ويثبت كاميرات في الغرفة وأربع كاميرات وتصوير احترافي ويشاهد هذه الفيديوهات بتاعته؟ زوجته. هي أول من علمه وأول من طلب منه وأول من فهو تعود وأدمن القصة دي وبتاعه. مش عارف بطني قلبت من يعني الشمال. بس كده الشمال كتير قوي قوي يعني. أعوذ بالله، ربنا يعافينا ويسترها علينا وعلى أولادنا يا رب. بص يا ريس، يعني في موضوع مأساوي شاغل كل الناس ومزعل كل الناس ومرتبط بقطع الكهرباء. احنا هنا في الساعة بتاعت امبارح؟ لا خالص. امال ايه؟ جزء منها يعني مش دي. امال ايه؟ في عازف ساكسفون اسمه محمد علي نصر. كويس. احنا يعني كنا أول ما نشر عنه قصته النهاردة، و في بانر لينا مغرق فيسبوك ومغرق تويتر، معرفش الزق. هو ده محمد، شاب من اسكندريه كان راكب اسانسير امبارح في عماره، وفي الاسانسير معاه كان في ام وكان في اثنين اطفال. تمام. قطعت الكهرباء والطفلين الصغيرين قعدوا يعيطوا، ما استحملوش الجو المغلق ده، ما استحملوش الضلمه، ما استحملوش الرعب. ما استحملوش، قعدوا يعيطوا. فهو الراجل مشكورا نزل الام، نزل الطفلين، وهو بينزل وقع. اوف. قضاء ربنا نفسه. لا حول ولا قوه. فمحمد يعني شهم وجدع الله يرحمه، محبوب جدا، ورحيله يعني احزن ناس كتير جدا جدا جدا. يا رب كل دعوات الناس اللي سمعناها وشفناها تكون من نصيبه، وعزائنا لي ولاسرته ولمحبيه طبعا. محمد علي نصر العازف المصري الشاب اللي دفع حياته ثمنا لسقوط في بئر سلم من الدور ال11، ده نتيجة قطع الكهرباء اللي الأزمة اللي حصلت امبارح الساعة والاثنين والصيانة لخبطت مواعيد ناس كتير. يعني مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وأنا هنا يعني طبعا رحمة الله على محمد، وربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب، وأكيد هيجازيه خير على انقاذه للناس اللي كانوا معاه والاطفال. بس انا كمان، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده طبعا، الى ان تحل مشكله الكهرباء دي خلاص، دي خارجه عن ايدينا، وبنقعد نناشد الحكومه وان شاء الله يا رب يبقى لها صرفه قريبه في قصه تخفيف الاحمال. بس احنا قلنا موضوع الاسانسيرات ده 50 مره. يعني ارجوكم في الفترات اللي فيها شك في موضوع ان ده بيتبع الكهرباء او كان بلاش اسانسيرات خالص. يعني اصل انت عارف، اصل موضوع بقى مش اسانسير هتقعد دقيقه ودقيقتين، قطع الكهرباء دلوقتي اقل حاجه ساعتين، فانت لو اتحبست انت قاعد في الاسانسير ساعتين. فارجوكم خلوا بالكم لو انتوا عارفين ان المنطقه دي، لان في جدول توزيع احمال او تخفيف احمال، فلو عارفين ان المنطقه دي فيها قطع الكهرباء للفتره دي بلاش اسانسير في الفتره دي خالص خالص، حتى لو هتتعب شويه، حتى لو الدور عاليه شويه، حتى لو كذا، عشان بس خصوصا لو معاك اطفال او عجائز او كذا، لان مش هيستحملوا قاعده في الاسانسير ساعتين. بس الناس مضطره يا استاذ تامر، لو حد راجع من شغله وهو ساكن في الدور ال11 ولا 12 ولا 19، لو ده الوقت، العماره اللي وقع منها محمد الله يرحمه 19 دور في اسكندريه، ده الوقت اللي فيه ريبه يا استاذ سامي، هل تجازف ان انت تقعد ساعتين في غرفه مغلق، بوكس مغلق من غير اكسجين من غير حاجه؟ ما ينفعش حد يجازف. بس فانا بقول بس خلوا بالكم، خصوصا لو معاكم اطفال وكذا وعجائز، الـ يعني الـ الامان، او حتى حد يطلع وحد يبقى مستني تحت.
عشان لو في حاجة ننقذ بعض أو ما إلى ذلك يعني. صحيح. ربنا يرحمه محمد ويرحمه. وخلي بالك دي الحاله الرابعه بسبب قطع الكهرباء وسقوط الاسانسيرات. ربنا يرحمهم جميعا ده. يا رب ننتهي من الكابوس. ماشي. نختم بحاجه كفايه العكنان على الناس ازعجناهم يعني. هو حاجه برضو مزعجه. محمد مجدي قفشه يعني محمد مجدي قفشه ظهر مع حبيبنا اخونا ابراهيم فايق. ابراهيم يعني لولا ابراهيم حما والله حمى محمد مجدي قفشه يعني. محمد مجدي قفشه راح في الشلحات ما كانش هيعدي والله ما كان هيعدي من قدام باب النادي الاهلي تاني. واخد بالك يعني مجدي قفشه. بس خد بالك فكرني والله وانا بتفرج يا سامي وحياه ربنا انا صعبان عليا جدا لاني انا حاسس بعفويته الشديده. يقعد في البيت. ما انا معاك. يقعد في الملعب. حدش انا امبارح اول كلمه قلتها امبارح في البرنامج قبل ما ادافع عنه وقبل ما اقول كذا ويجب احتوائه وكذا قلت غلطان غلطان غلطان. تأكيد. قولا واحدا. يطلع. بس في فرق ان انت لما بقعد مع سامي وحاسس انه سو وعمال يطلع رسائل سم ومش عارف ايه. وفرق ان انا عارف ان هو ابيض يا ورد الجناين ولسانه هو اللي سايقه. أيوة. هنا بس حته التعاطف مش اكتر. طبعا. لكن في كل الاحوال هو لم يوفق قال حاجات لم يكن عليه ان يصرح بها عن كواليس غرف النادي الاهلي وبيت النادي الاهلي وخد عقابه والموضوع انتهى. طبعا خد عقابه والموضوع انتهى. بس فهو محمد ابيض وطيب وجميل واخد بالك. بس عنده في ناس ما بتعرفش تتكلم ما بتعرفش تقول ما بتعرفش تعبر. يا عم انا طلع قبل كده قال لك اللي جاي احسن من اللي رايح. لا الخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعده. ايوه يعني منتظر ايه بس. فقفشه ربنا طبعا عقب بالنادي الاهلي اعتقد غرامه النهارده على فكره كولر سمح له بالنزول للتدريبات واتدرب خلاص اصل مش هيقتلوه. واخد بالك هو ما يطلعش تاني خلاص. انا كنت خايف من الحكايه دي. كولر كان ممكن ياخد موقف امبارح ده ويجزر قفشه. خلي بالك احنا لسه ما نعرفش هيعمل معاه ايه في الماتشات اللي جايه. لا بس مجرد ان نزله النهارده التدريبات ده بدايه انه اشاره ان مجلس اداره الاهلي تدخل وقال له العقوبه وعندنا العقوبه هي نهايه القصه خلاص انتهى الموضوع. انا حابب اشكر ابراهيم فايق بجد لانه لو قفشه وقع في ايد مذيع تاني في مذيعين لا كان خلص عليه بيشمها. واخد بالك كان طبعًا. كان مرجحه. صح كان مرجحه. لكن شكرا ابراهيم على مهنيتك وعلى بالشكر يا ابراهيم برضو ما مرجحه برضو من ناحية تانية. ما مرجحوش قوي والله ما مرجحوش. وخلي بالك ابراهيم طالع من هنا. ايوه صح ابراهيم. وبعدين لا بلد ابراهيم ده وابراهيم معتق هو عارف واشتغل على نفسه. وانا ياما طلعت قلت ان ابراهيم ده انا اشتغل على نفسه والله بقوة. قلتها له يا سامي الكلام ده يمكن من اكتر من سنين طويله. اتقابلنا مره في السعوديه صدفه وقلت له كده قلت له انت هتبقى واحد من اهم كبير. علامات الاعلام الرياضي في مصر. قال لي اسمع بقك ربنا. قلت له هتشوف. خلي بالك يعني ابراهيم فرض نفسه بقوه. صحيح. لما كان في اون عمل شغل عالي جدا جدا جدا. ظهوره في ام بي سي الانطلاقه بتاعت النهار طبعا يعني جايب قفشه وجايب عبد الله وجايب عمرو وجايب شيكابالا وجايب المجموعه كلها. صح. جايب عتاوله. فشكرا ابراهيم موفق جدا جدا جدا. ويا قفشه يعني امسك عليك لسانك. امسك عليك لسانك. صحيح. نورت وشرفت. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا وخلص كمان اسبوعنا. اشوفكم مساء السبت على الف خير. اقضوا عطله نهايه اسبوع سعيده وامنه باذن الله.